الأخير دكتور أمراض نسا مولانا العاشق وقت البنات واللهم إني صائم. وأخيرا العيون وفي انتظاره في المسلسل الجميل بتاعه في رمضان القادم إن شاء الله. حي معانا الفنان مصطفى شعبان. انا عايز اقول لكم الافلام اللي قريتها في الاول دي كلها كنت اروح اخد جايزه جوه قاعه فيها 400 ولا 500 واحس جوه القاعه دي ان انا نجم العالم وجايزه احسن ممثل وناس تسقف وناس واطلع بره القاعه بس الفراش بره مش عارف انا مين مصر. وافلام انا مقتنع بيها جدا وفنيا مستواها حلو جدا. اللي شهرني او انا اتشهرت او انتوا عرفتوني بيه كان حاج متولي، مسلسل انا ظهرت فيه في الحلقه 17 وكنت قبلها مخلص فيلم مع الاستاذ يوسف شاهين الله يرحمه وكان قاعد يقول لي ايامها الفيلم ده هيخليك نمره واحد في مصر، هتبقى نجم الشباب، هتبقى واقول له بتفتكر؟ يقول لي اسمع كلامي. نزل الفيلم ثلاث ايام واتشال من السينما ومحدش شافه. قلت له انت كنت بتضحك عليا. كان هو في العنايه المركزه وقتها وكان عامل نوبات كده نبطشيات، يعني كانت حنان ترك تروح له الفتره الصباحيه، يسرى تروح له الفتره المسائيه، انا كنت بتاع الليل واخره يقعد يتسلى معايا. فكان يقعد يقول لي ما انت مش شرط يعني فيلم ينجحك. قلت له انت قلت فيلم بيعمل واحد. وساعتها هو اللي قال لي على الحاج متولي وقال لي الاستاذ بور هيكلمك. فانا رايح اشتغل مسلسل الحاج متولي وانا مش مقتنع خالص ان انا اعمل مسلسل، وبدات كنت احس انه يعني يمكن التمثيل خليني في الاخراج احسن. يوم اللي يحصل ان انا في 17 رمضان اطلع اول حلقه 18 رمضان بقيت مشهور، وكل الافلام السبعه الثمانيه اللي قبل كده ولا حد حس بيهم خالص. بمناسبه هذه الافلام اللي انا بكتبها دلوقتي صحيح